من ضيفك وأطعمك الطعام ادع له بالبركة في رزقه. في حديث عبد الله بن بسر كما في صحيح مسلم لما أكل عندهم عليه الصلاة والسلام فخرج قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذه سنة مندثرة. يعني الناس يقولون بعض الأدعية في مثل هذا المقام، لكن ليحرص على ما وردت به السنة.